خلصنا قروش وافتراسات ومش عارف ايه والكلام ده كله، فقلنا ايه كنا احنا هنجدد حلقه جديده هنخرج بقى من موضوع القروش والاكل والموت، ونحكي بقى ايه حاجه حلوه كده، نحكي على الكائن الحبيب. ليه بقى الكائن؟ الكائن ده عنده 3 قلوب، خلاص 3 قلوب، وبيموت في الحب، حقيقه بيموت بالحب. ايه تاني؟ بس في عيب طبعا، انه بيتلون كتير، يعني ايه بيغير لونه بعد ما يتجوز بشهر مات. في ميل وبعد ما تبيض بترقد على البيض بتاعها، تقعد تراعي البيض بتاعها من 3 لـ6 شهور. ليه من 3 لـ6 شهور؟ لان هما في منه 200 نوع. في نوع بيعيش سنه، وده طبعا فتره الحضانه بتاعت البيض بتبقى اصغر، وفي نوع بيعيش لغايه 4 سنين، وده هو ده اللي بتبقى فتره الحضانه بتاعته 6 شهور. في نوع وزنه 1.5 جرام صغنون كده، تحطه في علبة هدايا، علبة خاتم. وفي نوع تاني 10 متر، 10 متر دي يعني عمارة 3 ادوار، وده يوزن 250 كيلو، يعني رخوي زيه زي القوقعة بالظبط، كان رخوي زيه زي القوقعة بالظبط، بس هو تنازل عن قوقعته بقى ماشي من غيرها كده. 8 رجول، عنده 8 رجول زي العنكبوت، وبياكل يعني لو الفيميل اكبر من الميل بتاكل الميل بتاعها في حالة التكاثر. مش قلنا بيموت في الحب؟ فايه كلته كونا كائن الحبيب. ايه تاني؟ لو نفس الحجم بتاكلوش، بتعرفش تاكل، بيعرف يجدد دراعه زي السحلية كده، لو تقطع له دراعه بعد شهرين يطلع له دراعه. واخد من التعبان ازاي يا اسامة؟ طيب بيشوف كويس جدا، هو اطرش بالمناسبة، ما بيسمعش. عنده زي ما قلنا 3 قلوب، قلبين بيضخوا الدم على الخياشيم بتاعته، وقلب بيضخ الدم على باقي جسمه. واحنا قلنا بيتلون كتير زي الحربايه. يزيد على الحربايه ان هو مش بيتلون بس، ان هو بيغير شكل الجلد بتاعه، فيبتدي يعمل حتت طالعه ونازله عشان ياخد شكل الشعب المرجانيه. من اذكى الكائنات البحريه. ليه بقى؟ كائن البحري لغايه دلوقتي اللي اكتشف ان هو بيحل البازلز، يعني لو حطيت له بازل قدامه يحله، مش يحل البازل بس، ده كمان بيعرف يفتح البرطمانات اللي متأمنة بتاعت الأطفال، وحطيت له الحجة، حطيت له برطمان، وحطيت له جواه كابوريا يفتحه كده بس. لا مش كده بس، بيستخدم الأدوات. لو في أخطبوط ماشي بحتتين جوز هند، الكرة بتاعت جوز هند المقسومة نصين، ماشي حتة من هنا وحتة وماشي بيها، أول ما يجي حاجة تهجم عليهم إيه مستخبي جواه. عندك إنك أكتوبوس ده بيعرف يغير ياخد شكل 15 حيوان، لاين فيش، سي سناك، لاين، يعني بيعرف ياخد شكل 15 حيوان وهو بيتحرك عشان يكاموفلاش. طبعا هو بيطلع كله، بيطلع الحبر اللي هو بيلهم بيلهي الحاجة اللي بتجري وراه. لما بيخاف لونه بيحمر، لما بيخاف لونه بيبيض، ولما بيغضب او الطبيعي بتاعه بيبقى لونه احمر. عنده منقار حاجة تالتة زي الطيور. فهو كائن يعني ايه، ربنا يبارك له، لون دمه ازرق زي فئة النبلاء زمان، بس طبعا فئة النبلاء كان دمهم مش ازرق، وكان في نسبة نحاس طبعا، ده لما اكتشفوا علم الدم بعدين هم، عشان كانوا الناس مرفهين قوي جلدهم ابيض، فما كانوش بينزلوا يشوفوا الشمس، عشان ما كانوش بينزلوا يشوفوا الشمس فايه تبص على عرقهم كده تلاقيها مزرقة، بس ده دمه ازرق لانه هو كل دمه نحاس، وكل دمه نحاس ده بيخليه قادر على توصيل الاكسجين في درجات حرارة منخفضة جدا. احنا البني ادمين دمنا حديد، الحديد اللي في دمنا ده بيخلينا ايه، لا شويه برد كده تعمل معنا مشاكل. هو طبعا دمه النحاس ده نفعه ونفعنا محترم. الاخطبوط في التكاثر الفيميل لو اكبر من الميل بتاكله، دي تاني صفه بيشترك فيها مع العنكبوت. المهم الاخطبوط تحس ان هو كائن جمع من كل انواع الحيوانات، تحس ان هو كائن شامل، يعني الميل لو في نفس حجم الفيميل ما بتاكلوش ولا بتيجي جنبه، بتاخد منه الحاجه وتتكل على الله، ملهاش دعوه بيه بقى خلاص. من أقوى أم ممكن تشوفها، أو أنا شفتها في عالم البحار، بتموت على عيالها زي ما بيقولوا فعلا. ياريت لو عجبتكم الحلقة لايك وسبسكرايب وشير. كل الفيديوهات اللي احنا بنحطها هي يعني الفيديوهات اللي احنا حطيناها في المرة دي كلها تصوير شريكي سيد السيد تحت المية، هو يعني شريكي والراجل بهايند ذا سكيني. اللوجوهات والديزاينز بتاعنا كله بيعملوا نورة شكري، نورة شملو. مهم جدا عندنا ان الناس تعمل لنا لايك وسبسكرايب وشير.
لو بتزهقوا من الحلقات بتاعتنا اعملوا لنا كومنت، قولوا لنا احنا ما عجبناش ده، عجبنا ده، كل اللي في دماغكم قولوه، احنا مستعدين ليه، واحنا دايما بنحاول نطور نفسينا، وان شاء الله نوصل في فترة ان احنا عندنا مكتبة كبيرة من حواديت البحر بتحكي عن البحر وما تحت البحر، ونحاول بقدر الامكان نجيب لكم داتا مش موجودة، بنحاول بقدر الامكان نربط المعلومات ببعض عشان الناس حتى اللي بتنسى تفتكر المعلومة انها مربوطة بحاجة تانية، ونتمنى ان الحلقة دي تكون عجبتكم.